السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش نفتح حساب البنكي بالعملة الأورو. كاين الناس يحوسوا يسحبوا الأرباح نتاعهم سواء كانت من أدسنز ولا من أدموب، ولا يحوسوا يستقبلوا الأموال من الخارج بالعملة الصعبة. مهم خاوتي، قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة في الجرس بس يوصلك جديد. نبدأ عبركة الله نحضروا على شوية على بنك البيانة، بنك الوطني الجزائري. تقدر تفتح عندهم حساب البنكي بالعملة الأورو وحسب الفرع البيانة، كل فرع وكيفاه. كذلك ما هو الملف المطلوب، ما هي الشروط المطلوبة خاوتي باش تقدر تفتح حساب بنكي في البيانة. أولا لازم تكون عندك بطاقة إقامة، شهادة الميلاد، فوتوكوبي النكوة، وكذلك زوج صور، والمبلغ من المال حوالي ما بين 20 يورو حتى 50 يورو حسب الفرع بنك البيانة. خاوتي ملاحظة، حق السعر أو حق لفتح حساب بنكي في البيانة راح تختلف من فرع إلى الفرع، تكون على بالكم. نعطيك سبيل مثال، أنا في ولاية الأقواط طلبوا لي تقريبا 30 يورو، بالك في ولاية نتاعك ولا الدائرة ولا بلدية فيها البنك البيانة بالك يطلبوا لك 40 يورو حتى 50 يورو، هذه تكون على بالكم خاوتي، مفروغ منها. صح، يقول لي حبيب هل هذا البنك نقدر نسحب منه الأرباح نتاع كما نقول احنا خاوتي انت الادسنس تقدر تسحب عادي بدون اي مشاكل، وكذلك تسحب بالعملة الاورو، كذلك تقدر استقبال الاموال من الخارج الى الجزائر بهذا البنك خاوتي، كذلك تقدر تسحب الاموال واستقبل الاموال الى حسابك البنكي بالعملة اليورو. صح، تقول لي حبيب اسكو يطلبوا مني فتح حساب الدينار؟ نعم، لازم لك يكون عندك حساب الدينار، شهادة الميلاد، بطاقة إقامة، فوتوكوبي النكوة خاوتي، وكذلك الصورة أو زو صورتين، والمبلغ من المال ما نقول لك 500 ما نقول لك مليون حسب الفرع وكحسب الولاية المقيم فيها ولا الدائرة ولا البلدية اللي فيها الفرع تاع البيانة. صح، معليش تقول لي حبيب اسكو هذا البنك في اقتطاعات ولا والو؟ خوتي نكون صراحة، أنا يا جامي فتحت حساب بنكي تاع البيانة، أنا معول نفتح حساب نتاع بنك الوطني الجزائري، قلت إن شاء الله نفتح عندهم حساب ونسحب الأرباح نتاع الأدسنز، ولا نشوف شخص من خارج يبعث لي 100 يورو ونشوفوا اسكو فيها اقتطاعات ولو، إذا كان فيها اقتطاعات نخلو حسابنا نتاع بنك رباط الفلاحة والتنمية، في حال إذا ما كانش فيه ما فيهش الاقتطاعات نديروا هذا بنك إن شاء الله بحول الله ونديروا عليه شروحات إن شاء الله بربي. هذو ما الشروط فتح حساب البنكي بالعملة اليورو في بنك البيانة، بنك الوطني الجزائري. فهمتوا خوتي؟ وإن شاء الله نديروا عليها فيديو على كيفاش دوموندي بطاقة فيزا في بنك البيانة. إن شاء الله قاعد عندكم فيديوهات أو حلقات على بنك البيانة. مهم خاوتي اللي عنده أي مشكلة ولا عنده استفسار يخلينا تعليق أسفل الفيديو، وما تنسوناش بارتاج الفيديو وبارتاجونا القناة باش تطلع باش نوصلوا إلى 50,000 ونفتحوا مسابقة توزيع جوائز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.